الحاجات دي كلها يا فارس. بلا خيرات بلا جزرات مالكش فيه. طب ليه اللونجا معايا يا فارس؟ يا واد ده انا اللي مربيك وخير عليك. خيرك على مين يا كابوس؟ شكلك نسيت اللي عملته فيا. عملت فيك ايه يا اخويا؟ ما كبرتك اهو بقيت بغلة قد الدنيا. وعزة جلالة الله زينهم يا كابوس، لولا العيبة وسنك الكبير ما كنت رحمتك. بس مش فارس الجن اللي يفتري على حد مسن. ماشي يا فارس. أبلوك فيري تشيب جود برايد. أبلوك فيري تشيب جود برايد يا سينيور. أنت أنا أبلوك فيري تشيب جود برايد. هاي ويلكم. هاي. You speak English؟ Yes. اسمك إيه؟ تانيا. تانيا يس. This ملكة إيفرتيتي عندما تحرشوا بها في المعبد. What is this harsh؟ حرش يا بنت الحرش. صباح الخير. What is this؟ ما تخافيش، ده ماي سن، ابني. أصل المصريين بيخلفوا أسود. مش خرفان. كده برضه هجيب لي طفشة الخواجاية. يا عم ما السياحة مضروبة خلقة، وبعدين دي روسية مش لاقية تاكل. المهم محوش كام لحد دلوقتي. معايا 400 جنيه. عايزين نكملهم 500. بعون الله في ظرف ساعتين يكملوا 500. يلا بينا قبل ما الحكومة تهلي. يلا بينا. قرب قرب قرب. يلا يلا يلا. يلا يا خواجة. يلا يا خواجات. يلا يا خواجاية. يلا يا خواجاية. يلا يا سايحة. يلا يا سايحة يا بنت السايحة. يلا يا جماعة الصورة ب 200 دولار. صور مع الهدف ب 10 دولار. 200 دولار. 200 دولار. ايه يا شيخ؟ صور ب 200 دولار. 200 دولار. على الأسد. ايه؟ 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 هير هير. ايه ايه؟ ايه ايه؟ بص يا ابني هنا. شكيت زي سيبو قلب احمد عز وتسيبو قلب. يلا يا خواجات. يلا يا خواجات. يلا يا خواجات. قرب قرب قرب. 10 دولار يا خواجات. 10 دولار 10 دولار. على يا جمل المولع. 10 دولار 10 دولار يا خواجات. انا قدام عينيكم ما تعرفوش يمسكوه. ايه اتشليتم؟ امشي انت يا ريتشر. يا باشا سعادتك انا عارف ان الموبايل ده عليه حاجات مهمه كتير وما ينفعش ان اي حد تاني يشوفها، عشان كده انا لخصت وصورته. اتفضل سعادتك. الواد ده لازم تجيبه بسرعه عشان نعرف ايه حكايته. لو في بطن امه هجيبه. بعت لي صورته على الموبايل. ايوه انتوا عارفين. ماشي حاضر. من ده طلع لنا ملف زينات، نفتح لها قضيه من القدام تقعدها معانا شوي. تحت امرك يا باشا. ولا اقول لك انت بنت حلال يا بنت زينات، فتبعت تجيب لنا الجواهرجي اللي اتسرق الاسبوع اللي فات عشان يتعرف على حتتين الصيغه دول اللي لقيناهم مع زينات. ولزوم ايه ده كله بس يا باشا؟ عشان انت مش هتمشي من هنا الا لما الواد ده يظهر يا زينات. اثبت يا نهار اسود. فيها بايه؟ يا نهار اسود فيها بهوان. ومش كانوا لاغوا التحرش ولا ايه؟ انت فاكر انك هتعرف تهرب مني روح امك ولا ايه؟ بالراحه يا بيه. بالراحه يا بيه. سلاح لواح. سلاح فيه شطار. بالراحه يا رجاله. بالراحه يا كابتن. بنتفاهم يا رجاله. يا جدعان انتوا لو قابضين على بن لادن مش هتعملوا كده. ايه ده؟ سيد مسله؟ ايه اللي جابك هنا يا؟ واضح ان الناس الجدعان دول عايزينك في موضوع مهم قوي. كلك نظر يا حلال. كوهم. عندي سيولة قدامي وقولين عصام وضحك علي واطي. يا باشا ده انا واخد ساعة من العربية، لما صار العربية كلها تعمل ايه يا كبير؟ يا باشا يا باشا انا هموت. يا باشا يا باشا اللي بيحصل ده مش رجولة على فكرة، وكده الواد هيموت في ايديكم. يا بابا
طلعوه. ولا يا تجيب من الاخر وتقول لي مين اللي بعتك تدور ورايا، يا اما اخرتك هتبقى في البرميل ده. يا باشا والله العظيم لو عندي كلام تاني كنت ريحت نفسك وريحتني وريحت ال... انا بموت. نزلوا ابن الكلب ده. يا باشا والنبي والنبي يا رجاله والنبي يا رجاله. صوتي بس وحيات قميص النوم اللي عمري ما شفته غير في السيما. لو غدرت بيا هعمل معاك الغلط. ها انت فاكر ان انت هتقدر تخرج من هنا؟ انت مش عارف انت بتتعامل مع مين. ده سليم الوزان ورجالته هيقطعوك حتت، يعني مش ممكن تخرج من هنا على رجليك. سليم الوزان على نفسه ضربه الأعور على عينه، قال خسرانة خسرانة. أنا مش عايز منكم حاجة، أنا عايز أروح. ها هتعمل اللي أنا هقولك عليه ولا زعلك؟ نعم يا روح أمك منك له، هيكون راح فين؟ اتبخر يعني؟ أنت رجال أنتوا؟ سليم باشا اطمن، إحنا مأمنين الفيلا بره وجوه، هيكون راح فين يعني؟ ولو ريحتك كبير قلت لك أنا فين؟ سيبنا روح ودار ما دخلك شر. لا ملوش لزوم الغشم خالص، رصاصة تخرج كده تخرج كده تعور الحلوة ولا ايه يا صاحب الحكمة؟ نزلوا السلاح واخرجوا بره. مستنيني، قلت نزلوا السلاح واستنوا بره. وانت نعيم اعمل كاسين ليا انا وفارس. فارس؟ ايوه فارس. سيبها وارمي المسدس وتعالى هتشرب كاس معايا. كانش ينعزى كبير بس ما بشربوش. اسمع كلام سليم بيه، مش هتندم. تعالى اشرب كاسك معايا يا فارس. من غير غدر يا كبير؟ هاخدر بيك ليه؟ وانا محتاج واحد زيك. ولا مؤاخذة واحد زي سعادتك هيحتاج واحد زي حالاتي يعمل فيه ايه؟ هتشتغل معايا. ده دمك تبقى تعيالك. انا ضامن ما شفتنيش اصلا عشان تدعيني. ايه يا انت وهو هتتعبوا نفسكم وتضربوني؟ انا ما اعرفش اي حاجه يا جدعان. فارس الجن هو اللي عمل كل حاجه. وبعدين انتوا مش عارفين انا مين؟ انت مين يا واد؟ سيد مسلة. مسلة يا كداب؟ ده انت تبقى اقصر مسلة شفتها في حياتي. سيبوه امشوا. وامشوا، خلوش حد من الرجال يهاوب ناحية الفيلا. هتوقف لي كده كتير؟ أنا لو عاوز أخلص عليك هخلص عليك في ثانية، وأنت عارف كده كويس. العوافي يا زينهم. العوافين يا زوزة اللي ما فيه زيك اتنين. ما تيجي يا بنت انا وانت نتفرج على فيلم احاسيس. يا شيخة ليه؟ بقول لك ايه؟ ما شفتش فارس؟ فارس؟ انت عايز ايه من فارس يا زوزو؟ من امتى في بينك وبينه عمار؟ لا يا اخويا ما خلاص، رجله جات وبقى تبع الكوبانيه. الله 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 الله، يبقى انا كده اديت رسالتي في الحياه. سلاحي سعادتك. سلاح اللي هو بيموت بني ادمين؟ انا ماليش في السكه دي خالص يا باشا. كويس انك بتختار سكه لنفسك تمشي فيها، بس اللي مش كويس انك بتختار غلط. ما هو يا اما تبقى مننا يا اما هتبقى علينا. ساعتها يبقى الله يرحمك ويحسن ختامك. اللي مزعلني ان سعادتك ما شايفني صح.
الظروف خلتك تشوفني حته عيل حرامي، بس والله العظيم انا طول عمري ماشي في السليم. ربنا وحده يعلم ايه اللي خلاني مد ايدي عشان تعالج قريبتك، مش كده؟ انت مخابرات ولا ايه يا باشا؟ انت هتحسده ولا ايه؟ ربنا يحرسك يا بيبي. بصراحه يا انت عجبتني وخيشت في دماغي على الاخر. انا محتاج رجاله زيك صفحتهم بيضه يشتغلوا معايا. ساعتها بقى مش هتبقى محتاج تكسر عربيه عشان تسرق ساعه ولا موبايل. انت شكلك وش فقر يالا ولا ايه؟ احنا شبعنا فقر يا فارس. القضيه بعون الله يا باشا، ان شاء الله سهله واختها مش مستاهل. اسكت انت، اسمع منه هو. وافق يا فارس، وافق، وانت اللي كسبان. هات لي شنطتي يا نعيم. اوامرك يا باشا. قول يا فارس. عشان ايه دول؟ عشانك. تدفع منهم حساب المستشفى بتاع قريبتك، وتظبط نفسك انت والمسلة القصيرة دي، وترجعوا لي بقى نبتدي شغلنا. مد ايدك يا فارس، وقول لسليم بيه يدوم العز. يا عم انت لسه هتفكر؟ حد يقول للعز لا؟ مد ايدك خد الفلوس وبص على ايد عمك الحاج. يلا ما تكسفوش. ما شفتش كاسك يا فارس. وتاهت بينا تاني ليالينا ليالينا، وقل نرسى نرسى عالمينا. ترى احنا داخلين على ايه يا مسلم؟ بعون الله داخلين على خير وعز وهنا عمرنا ما شفناه في حياتنا. بعون الله يا ابن الحشاشه، ياد ما توزناش على الغلط. هذا احنا داخلين سكة مش عارفين اخرها ايه. يعني انت اخويا عارف اخرة الفقر اللي احنا فيه ده ايه؟ عايزين نعيش يا عم زي الناس دي ما عايشة. عايزين ناكل احلى اكل، وننام على احلى فرش، ونصاحب احلى نسوان هشكة في الدنيا. اللي عايزنا نفضل مدفونين في التراب ده. فرصة ما بتجيش غير مرة واحدة، وما ينفعش نضيعها من ايدينا. انت مين ياد اللي استمت مسلة؟ علي النعمة انت اله الشر عند الفراعنة. ياد انا عارف ان الزمن اللي احنا فيه ده الحلال بقى حرام شرعا. بس سيبنا قلبها في دماغي. يابا المواضيع دي ما فيهاش قلبها ولا شقلبها، العالم واصله قوي، يا اما نبقى معاهم وزيهم يا اما هتبقى نهاية انا وانت يا جن. امسك. ده نوعه ايه دي؟ زهرة الزهرة ولا الثورة مستمرة؟ لا دي الطرف الثالث. لسه الواد الظابط ده ما تهدش يا تهامي. لا لسه. بس ما تقلقش. مفيش حد من القيادات الكبيرة مهتم، علشان الواد معهوش دليل بجد يقدمه لهم. هو ده بقى